التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد يانوش أدير رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست، وذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية لسيادته للمجر. وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب سيادته في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجري، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية في مصر. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المجري رحب بالسيد الرئيس والوفد المرافق له، معربا عن تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وقد أكد السيد الرئيس من جانبه أن الاستثمارات والصناعات المجرية لديها فرصة كبيرة حالياً للوجود في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا سيادته الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع المجر وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية. كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الجاري بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية وإدارتها، خاصة ما يتعلق بمحطات معالجة المياه. كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن. في حين أعرب الرئيس المجري عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكدا أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية والأوضاع في أفغانستان والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا. We'll be right back.
وتكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقام رئيس جمهورية المجر السيد يانوش أدر مأدبة عشاء للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته.